أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم مصر اليوم. الحقيقة أعزائي المشاهدين، كما تعودنا أبدأ حلقاتي بكلمات المولى عز وجل: ربنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الإعلام رسالة وأمانة، وأنا قلت قبل كده كتير أن هذه المهنة وهذه الوسيلة أخطر مهنة في الأرض. لماذا؟ علشان بتحشي العقل، واخد بالك، بتملى العقل فتلعب دورا خطيرا في تشكيل الوجدان الفكري للفرد. الإعلام ليس مجرد برنامج زي توفيق عكاشة، ولا برنامج زي الأستاذة إسعاد يونس، ولا برنامج زي الأستاذة اسمها روزان مغربي، رزان مغربي، ولا أستاذ، ولا برنامج زي الأخ، نسيت الاسم، ما فيش مشكلة، باقي الإخوة، ولا برنامج زي الزميل أحمد موسى، ولا برنامج زي الزميل وائل الإبراش. لا، الإعلام زي ما أنا قلت لحضراتكم قبل كده لابد أن يكون منظومة متكاملة. عندما أريد أن أبني وجدان الأمة لابد أن يكون منظومة متكاملة. بيحضرني في هذا الأمر كلمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كنا معه في وضع حجر أساس العمل في قناة السويس، عندما قال أن الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله كان محظوظا في إعلامه. عندما أتذكر هذه الكلمات أتذكر المطبخ السياسي للرئيس جمال عبد الناصر. كيف استطاع هذا المطبخ السياسي للرئيس جمال عبد الناصر أن يقدم إعلاما لصالح الرئيس عبد الناصر؟ فوجدته كان إعلاما متكاملا. لقيت إن في هذه الفترة ما كانش موجود طبعا قنوات فضائية ولا حاجة خالص، كان موجود قناة الأولى، وكانت القناة الأولى هي اللي بتعمل كل حاجة، تلفزيون مصري، وكان معها الإذاعة المصرية، وكان معها السينما المصرية، وكان معها الأغاني المصرية التي تنتجها الإذاعة المصرية، وكان معها المسرح الذي تنفق عليه وزارة الثقافة. فكانت منظومة متكاملة. فكان عبد الحليم حافظ يغني أغنية لجمال عبد الناصر، فيرد عليه بفيلم الاتحاد والعمل ومش عارف ايه، مش فاكر بقية الكلام. فكان المسلسل التلفزيوني والبرنامج التلفزيوني في القناة الأولى يدعم، والصحف تكتب بنفس السياق. كنا في ذلك الوقت في مجتمع مغلق. استطاع المطبخ السياسي للرئيس عبد الناصر أن يسيطر عليه. ليه؟ التكنولوجيا ما كانتش زي دلوقتي. نيجي بقى دلوقتي نشوف القصة، نجد
أن السيطرة عليها عملية صعبة جدا وخطيرة جدا ومهمة جدا. ليه؟ أنت كما قال السيد صفوت الشريف، عصر السماوات المفتوحة، نحن في عصر السماوات المفتوحة. احنا فعلا في عصر السماوات المفتوحة، عندنا عدد كبير جدا من القنوات، يعني مصر تقريبا فيها ما يقرب من 147 قناة، 147 قناة تلفزيونية. اتحاد الهيئة الوطنية للإعلام بتمتلك العدد الأكبر في هذه القنوات، فهي تمتلك القناة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والستة والسبعة والثامنة، 8 قنوات، ما بين قنوات عامة وقنوات محلية، ثم تمتلك عدد من القنوات المتخصصة، وأيضا قناة النيل للأخبار، ثم حرية تملك وسائل الإعلام التي أدت إلى عدد كبير من القنوات. على جانب آخر، الإنترنت، مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوكي والهيكبوكي ومش عارف إيه. الحقيقة قبل ما أدخل الحلقة جايبين لواحد هنا يقولوا له منفذ إنتاج، طب يا جماعة على دماغنا من فوق اسمه إيه؟ يقولوا لي فوكشي. إيه فوكشي اسمه يا أحمد؟ اسمه إيه؟ كوتشي، أنا مش عارف اسمه، عمر وخلاص، اخترت أنا عمر، اسمه عمر. ومعانا واحد هنا في الاستوديو اسمه عم ابراهيم، راجل طيب قوي. والله كل ما يشوفني يقول لي ظهرك سلامته عامل ايه، اقول له الحمد لله عم ابراهيم. المهم نفاجأ بان التكنولوجيا الالكترونية، شوف بقى التكنولوجيا الالكترونية دي عملت ايه، دمرت صحف عالمية. في انجلترا على سبيل المثال في صحف من الصحف، من كبريات الصحف، توقفت عن الاصدار الورقي وبقت بتطلع على الانترنت فقط. اذن ان ما كان يفعله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من خلال مطبخه السياسي سيتطلب عناء كبيرا في هذه الايام علشان نقدر نعيد بناء الفكر الصحيح لهذه الأمة وهذا الوطن العربي الكبير. نحن لا نعمل، نتكلم عن هذا البرنامج، نحن لا نعمل ونخاطب الإخوة المصريين أبناء هذه الأمة بني قومي فقط، وإنما أخاطب العرب من المحيط إلى الخليج. ليه؟ لأننا فيما يسمى بنهاية الزمان، احنا في مرحلة اخر الزمان، وانا واحد من الذين كتبوا في علم اخر الزمان وتحدثوا في علم اخر الزمان وبحثت في علم اخر الزمان، عشان كده القصة مرتبطة باشياء كثيرة وكبرى، أهمها ما ذكرت لحضراتكم فيما يسمى بالحروب التقليدية والحروب الغير تقليدية. الحروب الغير تقليدية كان لي الشرف إن أنا كشفت أول عربي ومصري يكشف عن حروب الجيل الرابع، وبفضل الله ودعمه وإلهامه كنت أيضا أول مصري وعربي يكشف عن حروب الجيل الخامس. الحقيقة لا في بقى إعلامي ولا في فيلسوف ولا في متحزلق ولا مناظر
ولا متنظر ولا معاكس ولا مش عارف طالع يقول مش لاقين الشبايه. كل الهجس ده ما قدرش يطلع صحيح علم، وهو حروب الجيل الخامس. برامج شغاله ودول بتصرف على قنوات ورجال اعمال لهم مصالح بيصرفوا على قنوات، واصحاب مصالح اخرى يدعمون قنوات. كل ده لم يتحدث على ما يسمى بحروب الجيل الخامس. الحمد لله والفضل لله والشكر له، والحمد لله كثيرا والشكر له شكرا كبيرا، أنني أعلنت عن حرب تقليدية جديدة وهي حرب الجيل الخامس. الحقيقة الحروب الغير تقليدية هي حروب ببلاش، ببلاش في مقابل الحروب التقليدية اللي هي بتاعتنا بقى العادية اللي حضرتك عارفها، الدبابة والطيارة والصاروخ والبتاع، دي اسمها الحروب التقليدية. أما الحروب الغير تقليدية هي الحروب التي تستخدم فيها وسائل التكنولوجيا الحديثة. وسائل التكنولوجيا الحديثة دي بتبدأ من التلفزيون. على ما أعلم تقريبا يعني إن أول ناس اخترعوا جهاز التلفزيون ده كان الأمريكان، وبعد كده انتشرت صناعة جهاز التلفزيون، وده كان في مطلع القرن العشرين وعمل ضجة جامدة جدا، تقريبا على ما أتصور سنة فين يا عايز؟ سنة كم يا عايز؟ عايز هو انا مش قلت لك يا عز من قيمه 5 سنين؟ عد لي الدبان اللي في مصر كلها وهات لي عدده. ما جبتوش؟ ماشي يا عم عز، ماشي يا عز. امال هما بيعدوا حبوب الطماطم ليه؟ ها؟ طب بلاش يا عز، خليك على قدك، عد لي حبوب البذر بتاع البرتقانه على قدك. طب البرتقانه فيها كم فص يا عز؟ اختفى عز، اختفى عز. مش عارف البرتقانه فيها كم فص؟ فيها 12 يا حبيبي، فيها 12 فص يا اخو، وبعدوها وانتوا تعرفوا. انا مالي بقى ومال السكري وابو صره والبلدي والسفرجل والكلام؟ مش شغلتنا يا عام، احنا شغلتنا الاعلام اللي بنتكلم فيه، واخد بالك؟ فهنا كان بداية صناعة ما يسمى بالتكنولوجيا. ليه بقى التلفزيون؟ طبعا السينما تم اختراعها قبله في نهاية القرن 19، وتاني بلد في العالم، تاني بلد في العالم عرفت صناعة السينما كانت مصر، وأول فيلم سينمائي صور كان في اسكندرية. السينما بعيدة عنك، انت بتاخد بتروح تركب عربية او تركب مترو او تركب ترماي او تركب اتوبيس وتروح للسينما، تقطع تذكرة وتخش. انما التلفزيون بتعمل جمعية وتحوش قرشين وتروح تشتريه تجيبه وتحطه عندك في البيت، لا بتركب له عربية ولا بتقطع له تذكرة ولا حاجة خالص. كان الأول أيام زمان هنا في مصر كان كل واحد عنده تلفزيون يدفع عليه جنيه في الشهر علشان دعم الحرب ودعم القوات المسلحة في حربها، وحققنا الانتصار في 73. بعد كده لغوه، بعد ما انتصرنا اتلغى هذا الامر. الحقيقه احنا بنحكي حواديت، يعني انتوا عارفين بقى الجماعه الصيطه اللي عندنا بقى في البلد، وما عادش بقى معدوش
انا بقى ايه بحبهم فبحب اقلدهم فبحب احكي حدوته. المهم سعاده الباشا ويا ست هانم بدات التلفزيونات تهجم على البيوت، واللي معاه فلوس واللي معهوش فلوس اشترى، اللي معهوش عمل جمعيه وجاب، وبعد كده عملوا تلفزيونات بالقسط، يقول لك عليها بالقسط، واخد بالك يعني بالقسط، وناس كتير قوي، والبتاع ده تعب لي ودني يا اخي والله ما عدت بسمع رحمه ابويا. وبناء عليه عرفت وسيله جديده في الاتصال وتكنولوجيا حديثه وهي التلفزيون. بعد فتره هجموا علينا بالانترنت، طبعا كان في الاذاعه ما بين السينما والتلفزيون الاذاعه، ومصر عندها اذاعه من العشرينات، وكان عندها حريه تملك الاذاعات في ذلك الوقت، وكان في عدد من الاذاعات، وكانت ام كلثوم بتطلع تغني وهي صغيره في هذه الاذاعات، واسمهان وبتاع وليلى مراد ويضربوا بعض والكلام انت فاهمه ده. بعد كده سعاده الباشا اكتشفوا انه لابد من تطويع هذا التطور التكنولوجي لصالح تحقيق اهداف الذين يرغبون في الملك، فتحولت هذه الوسائل الى ادوات في الحروب الغير تقليديه. الاعلام الالكتروني والتكنولوجيا الالكترونيه اللي هي الفيسبوك واليوتيوب وجوجل وموجل، الحاجات دي كلها، والاذاعات الخاصه اللي على النت والقنوات اللي على اليوتيوب والاذاعات الخاصه على ترددات الاف ام والقنوات الفضائيه، كل هذه الاشياء تم تطويعها لكي تكون ادوات لحروب غير تقليديه. من هنا انطلقت حروب الجيل الرابع، ثم تم التطوير لتنطلق حروب الجيل الخامس. ما انت مش هتطلع اكلك منين يا بطة، تجيلي من هنا اجيلك من هنا، عشان انا عندي علم بقدر اطوعه واشتغل بيه، ما عنديش جهل ولا كسل ولا ولا ولا. في دول كتير جدا معدلات الاميه فيها عاليه جدا، ولكنها عملت نهضه كبيره جدا زي الصين وزي الهند، وانا اوريكم الهند واوريكم الصين والكلام ده كله، ودول افريقيه ايضا معدلات الاميه فيها عاليه وحققت نهضه جامده جدا. فقصه بقى بنعرف نقرا ونكتب ومبنعرفش نقرا ونكتب مش هادي الحدوته، لان التلفزيون والاذاعه خلوا الناس كلها تعرف كل حاجه. ولكن الخطورة بقى انك تعرف ايه. طيب انا بقى مش سايب، هعمل لك قنوات من هنا وقنوات من هنا وقنوات من هنا، اذاعات من هنا واذاعات من هنا، علشان ما خليكش تعرف حاجة ابدا، وخلي عندك ما يسمى بالتشويش، اشوش عليك. يطلع توفيق عكاشة يقول كلام، ويطلع احمد موسى يقول كلام عكسه، ويطلع مش عارف مين يقول كلام ثالث، ويطلع تطلع فلانه تقول كلام رابع، والقناه الفلانيه والعلانيه، وينتهي الامر ان انت ماسك الريموت كنترول وعمال تقلب على القنوات فتفاجئ كلام مختلف، وده وده حصل لك وش في دماغك. تشويش هو ده المطلوب، لازم ادوخك، لازم ادوخ دماغك وخليها تلف في السبع لفات عشان تقع مش عارفة حال. فلما ادخلك بما يسمى بقى حروب الجيل الخامس مستغل الاعلام، اي حاجة هتقابلها هتصدقها. تطلع قنوات تعارض من خارج البلاد وتصرف عليها قطر، وتستغل ان البلد في مرحلة بناء تقوم تصدق
ونلاقي الاولاد اللي انا زعلان الحقيقه عليهم وحزين لانهم ادوات في يد العدو وتتم ادارتهم عن بعد لتدمير اهاليهم واعراقهم وبني قومهم وهم لا يشعرون. لابسين حزامات ناسفه عايزين يفجروا نفسهم وقرايبهم واهاليهم كلهم بيد العدو. خلي بالك بيد العدو. فحزين عليهم وخاصة ان فيهم ناس من بلدي يعني ده اهلية. اتمنى ان يفيقوا لامر ربهم لان ما يفعلوه ليس الهدف منه هو الوصول للسلطة، لأنكم لن تحققوا هدفكم بالوصول للسلطة أبدا، ولكن من السهل أن تسقطوا هذا الوطن بغبائكم. ولكن هناك إعلام قوي، أنا لا أدعي القوة، قوة من الله، ولكن أنا بتكلم والله بما يرضي الله. وقد بدأت حلقتي بربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، لأن هذا عهد بيني وبين نفسي، أن هذا الدعاء هو عهد بيني وبين ربي ألا أذكر إلا الحق. لذلك أنا مش بقول إن أنا إعلامي قوي، لا، أنا إعلامي بيحب هذا الشعب اللي هو حضرتك، عاشقا للمصريين عشق الطير للغصون، وعاشق للعرب، عاشق للعرب عشق الطفل لحنان أمه. أنا كده بحب وبفتخر، وكررت هذا الأمر وسأستمر قائلة أنني مصري وعربي، بالرغم أن أنا حزين على الأوضاع في الأمة العربية من المحيط إلى الخليج. الناس دي لما طوعت التكنولوجيا ووسائل الإعلام لإطلاق حروب غير تقليدية كانت عاملة أبحاث ودراسات عميقة في مختلف العلوم الاجتماعية أكلمكم عليها في الحلقة القادمة، وكانوا عاملين أبحاث كثيرة في علم الأجناس. ليه؟ وده كلام فضيلة الإمام إمام أئمة الدعاة إلى الله الشيخ محمد بن طولي الشعراوي، هفكركم بيه. يا عز، تفاكر كلام فضيلة الإمام الشعراوي اللي احنا كنا بنزيعه؟ عز بياكل سندوتشات، بيفطر من الساعة 7 الصبح لغاية الساعة 2 بالليل هو بيفطر، حاجات غريبة جدا. المهم كن فضيلة الإمام قال أنهم قد درسوا دراسة متأنية عميقة طويلة علم الأجناس ليستخدموه، وهذا حق، هذه حقيقة، استخدموه من خلال كرسالات، بيبعتوا رسالات بقى من خلال الوسائل الإعلام التكنولوجية اللي تم استحداثها وهم يملكوها جميعا. من الذي يملك الإنترنت على مستوى العالم وجوجل واليوتيوب؟ كل الحاجات دي والسيرفرات دي والكلام ده كله موجود في أمريكا. انتوا فاكرين اللعبة اللي كان بيقول لك صور وامشي واعمل؟ وفاكرين اللعبة دي؟
من خلالها كان بيصل معلوماته الى البيت عندك وانت بتصور البيت، بتجري ورا الدميه اللي هي بيقول لك العروسه، شوف العروسه فين عشان تاخد جايزه، بيصور بيتك من جوه عشان يعرف الاوض اللي في بيتك كم اوضه. واحنا هبل، ما فيش عندنا ثقافه، ثقافه يوك على راي ماري منيب، ثقافه يوك. ايوه يا اخويا ثقافه يوك. عمالين نجري بالتليفونات ونصور لهم بيوتنا وفرشتنا والصالون بتاعنا وبير السلم بتاعنا، فالح يا اخوان اهو. ده احنا كنا بنصور لهم الطرق بالعربيه واحنا ماشيين سايقين العربيه كده ماسكين الموبايل بنصور عشان ندور على مش عارف ايه. شايف احنا وصلنا من التفاهه ومن الجهل الى ايه؟ مضاف الى انه بيركب دماغك بقى حيل، بيحطك تحت السيطره، وصلك لمرحله انك والدميه واحد، وعمال يوجه شمال ويمين وفوق وتحت، وانت يعني اللهم صل على النبي ابيض يا ورد، اقسم بالله دماغك عامله زي دي زي دي. شايفين ده ايه البيضه دي؟ وشوف بقطع لام بعيد، ايوه من قريب كده. شايفين ده ايه؟ دماغك زي ايه؟ ما تفكر يا عم، لحظه واحده بس يا راجل، ده احنا في فرق بيننا وبين البغال. البغال عندها عقول واحنا عندنا عقول زي بعض، ولكن في فرق واحد بس، درجة ذكاء البني آدم تريليون ضعف درجة ذكاء البغل. راحت فين دي يا اخوي؟ ضاعت، خدت بالك؟ ضاعت. من هنا حطك تحت السيطرة تجربة عشان يشوف قدرته في السيطرة على هذه المنطقة، أرض الأديان التي تأتي من حدود العراق وإيران وحتى حدود تونس مع ليبيا والجزائر وجنوبا حتى حدود السودان مع إثيوبيا. وحضرتك لا تعلم شيء. انا بصراحه بقيت اتجنن، كنت هتهبل من اللي المصريين كانوا بيعملوه في الوقت ده، ومش قادر اقول يا خلق هو حشوني يا ناس وحشوا الشعب يا ناس. الناس بتودي نفسها في نصيبه، بتحط نفسها تحت اختبارات القدره على السيطره من الاخر، ونجح الاختبار واتحطت تحت السيطره. حلو بلعبه هايفه، واحنا جربناها في اوروبا وفي امريكا. يا عم بطل الكلام ده، ده كلام غلط. ومين اللي قالك يا حبيبي انه مش عايز يسيطر على الشعوب دي؟ طب ما برضه بيقيس قدرته والسيطره عليها. فالح يا اخو، فالح يا اخويا، ازغرت لك وسقف لك. الشباب لازم يعرفوا يفهموا، احنا في مرحله من أخطر المراحل نظرا لوجود ما يسمى بالحروب الغير تقليدية وحرب الجيل الخامس اللي بنعيشها. وشايف هو عشان يطبق عليك حرب الجيل الخامس جاب لك إيه؟ كانت هي دي البداية يا بيه، اللعبة دي. وأنا قاعد متابع ومراقب عشان يطلق هذه الحرب في توقيت مظبوط فيبتدي يعمل اللي هو عايزه. من هنا ارتبط الكلام ده بايه؟ مش انتوا عايزين تحليل بقى؟ ما انا بحلل لكم. بس على الله مش عايز اتكلم، تبقى الناس فاهمه انا بعمل ايه. بعد كده سعاده الباشا كان في مجموعه قنوات بتعارض مصر وبتعارض النظام في مصر، كانت عشوائيه كل واحد مع نفسه. بعد القصه دي اتعمل تنظيم بعدها بشوية، يعني اقدر اقول لحضرتك بالظبط من 7-8 شهور سنة بالكتير. سنة
اتعمل تنظيم وتنسيق، وقطر بتصرف عليهم، وعبارة عن رسالة بتخرج من قناة الجزيرة، كل شغلهم خارج من قناة الجزيرة، ولكن بيتناولوه، واحد يتناوله من الناحية الشمال، واحد يتناوله من الناحية اليمين، واحد يتناوله من دماغه، واحد يتناوله من رجليه. هناك تنسيق شديد جدا، وحضرتك بتتفرج عليه ومبسوط قوي. دي أدوات حروب الجيل الخامس، دي أدواتها، لازم حضرتك تبقى عارف. وده جزء. في جزء تاني داخلي بقى. احنا اتكلمنا عن هيبة الدولة، ولابد ان تكون للدولة هيبة وقوة قابضة. ليه؟ عشان تستطيع ان تدير الدولة بقوة هيبتها، استطاعت أن يكون لها دور فعال. الحقيقة تجد في مصر على المستوى المحلي، تجد أن هذا تصادم، حصل صدام بينه وبين فريق المصالح في الإعلام، لأن عندنا هنا ناس في مصر طبعا تشتغل في بيزنس الاعلام، انتاج مسلسلات وافلام واعلانات ومش عارف، ابصر كل الوقت اللي عايز يعمل نفسه خبير اعلامي، واللي عايز يعمل نفسه مفكر فيلسوف اعلامي، لهم مصالح بتيجي هنا تصطدم مع مصالح الدولة. دول مصالحهم ضيقه وشخصيه، كل واحد مصلحته شخصيه عايز يعبي في جيبه، انما مصلحه الدوله عامه للجميع، هي مسؤوله عن 103 مليون مواطن، هو مسؤول عن نفسه وولاده، عايز يخلوهم عنده فلوس جامده بقى ويروح مارينا، واخد بالك انت ازاي، ويقعد بقى في الفيلا الضخمه اللي في وسط البحيره بتاعت منطقه في مارينا اسمها فينيسيا، واخد بالك بقى تمنها كام والشيء الفلاني، ويعيش حياته على حساب مين. انا الحقيقه في راجل محترم في هذه القصه، هو المنتج الاستاذ محمد فوزي، راجل في قمه الاحترام، انا بحبه، وراجل عاقل، وراجل مهنته قديم. تفاجأ بقى بناس تانية خالص لا يعلموا شيء عن ما يسمى حروب الجيل الخامس، ولا يعلموا شيء عن ان هم بيعملوا ايه بينما هم يضاروا عن بعد. النهاردة انا لما احب اعمل منظومة إعلامية تعيد بناء أمة وتعيد بناء فكر اجتماعي في ظل ما يسمى عصر السماوات المفتوحة، وفي ظل ما يسمى الإنترنت اللي في أمريكا يعرف أخبار اللي عندنا في البلد في ثانية، واللي عندنا في البلد يعرف أخبار اللي في أمريكا، بيقعدوا يكلموا بعض، عملها صعبة وشاقة، طلب مجهود، في نفس الوقت بتعتمد على درجة الانتماء الوطني وحب الوطن. إذا حضرتك عندك جزء بسيط تحب بيه وطنك، هيشدك الإعلام الوطني اللي هو زي حالاتي كده من كثير من البراسين الإعلامية. يا سعيد افندي، انت والست وانت وعم فهمي، سمعني عم فهمي، صدقوني انا خايف على هذا البلد،
خايف عليكم، وبتمنى أن ينطلق هذا البلد انطلاقة كبرى لا يستطيع أحد أن يقف أمامه، وده هيحصل بحضراتكم، بعم فهمي وعم سعيد وتامر وهيثم ورامي وصلاح وخالد وأسامة وسارة ومنى ورجينة، هيحصل بالناس دي وبإيمان وأحلام وصفاء، هيحصل بالناس دي، هيحصل بحضراتكم، لا هيحصل بدولة بنظام سياسي لوحده، ولا بالمؤسسة العسكرية لوحدها، ولا بالمؤسسة الأمنية لوحدها، ولا بوزارة الزراعة، ولا بوزارة الصناعة، لا، دول تنظيمات، دولاب عمل، سيستم إدارة دولة، ومش مصر في أي دولة. إنما القادر على البناء حضرتك، القادر على عدم البناء حضرتك. كيف تبني دولة والمواطن إيده مش معاه؟ أبسط تعبير وأنا قلته قبل كده، تخيل إن في أفة لها ودنين يشيلوها اتنين، انما انت ممكن تطبقها كده وتيجي تلفحها على ايه؟ على كتفك، تعمل لك غضروف او تعمل لك عرق فتاء او تعمل لك خشونة في رقبتك، انما لما يشيلوها اتنين يبقوا مرتاحين وانجزهم وعملوا حاجة. الأمثلة دي، الأفة اللي لها ودنين يشيلوها اتنين، دي مش جاية من فراغ، لا هي جاية من بيت أبويا ولا من بيت أبوك، دي جاية من عمل وتاريخ بتاع آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وستاتنا، هما اللي قالوا الكلام ده. لما تيجي تحسبه بالعلم الاجتماع وبالعلم الاجتماعي يقول لك ده في الكلور طلع من المجتمع، والمجتمع ده كان بيعمل كده فطلع المثل ده. النهارده يا سيدنا انا حزين لما يحدث من ضرب تحت الحزام في الوسط الاعلامي جوه مصر، في ضرب تحت الحزام ليه؟ لان في جماعه مصالح وفي جماعه وطنيه. جماعة المصالح فيهم عدد من الفنانين وعدد من المنتجين، مش يبقى حرام يا سيدنا بمعنى كلمة الحرمانية لما نبقى احنا شايلين عبء ومستحملين عشان الوطن، ويجي لي واحدة ممثلة تطلب لي في مسلسل 30 مليون جنيه في 34 حلقة، اللي بتعمل ايه؟ بتصنع ايه؟ ما هو المصنع اللي بتعمله؟ ايوه هي بتأدي وبتقدم لنا فن وكله على اعصابها نعم ماشي موافقين، ولكن ما يبقاش الراجل اللي شغال مبيض محارة او نجار مسلح اليومية بتاعته 175 جنيه، يعني في اليوم 175 جنيه وعرقان، ويعني وكلها زلط، وتيجي الست دي تبقى اليومية بتاعتها مليون جنيه في شارع مين؟ تقول لك ما انا ما بشتغلش طول السنة، ما انا بعمل مسلسل واحد في السنه واقعد عليه. طب خلاص يا ستين احسبها، 30 مليون جنيه في 30 حلقه ولا في 34 حلقه هياخدوا منك شغل 3 اشهر،
نقسم 30 مليون على 12، صح؟ بكام؟ اقسم يا عز. طب اقسم يا احمد السيد انت. الزرق ارميز اضعف. حد سامعني يا اولاد؟ الارباز ضاع. اخيرا اسموها على الموبايلات بتاعتهم. تقولش يعني هم بيقسموها في دماغهم ومتاخرين كل ده. تطلع مرتبها الشهري حوالي 2.5 مليون جنيه في الشهر على مدار السنه بتعمل مسلسل واحد. طب اقسم لي يا عز او انت يا عم المخرج احمد السيد 2.5 مليون على 30 يوم. ها؟ نشوف اليومية بتبقى كام؟ يلا يا عم. بيحسبوا. ساقطين في جدول الضرب كله؟ ده في ده في واحد لقيته بيقول لي قائد ده واحد وواحدة 83,000 جنيه في اليوم على مستوى السنة. يعني نايمة في بيتهم كده ونايمة في حمام بخار ويومتها واقفة 83,000 جنيه. طبعا دول جماعة مصالح فلازم يعملوا لنا وش. طب ما توفيق عكاشة هو ما طلبش كلام من ده ليه؟ ولا طلب فلوس اصلا. اللي قالوا لي عليه قلت لهم بارك الله في مرازه وانا موافق. اقسم بالله انا باخد مرتب لا يتوقعه احد علشان قليل مش عشان كبير. وبشتغل وعندي عبء مصاريف. بصوا يا جماعه انا المرتب اللي باخده بالظبط لا يساوي 30% من المصاريف الشهريه بتاعتي. اقسم بالله العلي العظيم والله 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 والله. واشتغل عشان مصر وما رفضتش. لما تم استدعائي وطلبي لم ارفض. والشركه المالكه للقناه قالت لي هنديك كذا قلت له موافق عشان مصر. تفاجأ بناس تانيه بتدعي العلم. اللي بيدعي العلم ده يا جماعه لازم يعمل تحليل للاوضاع الصحية التعليمية الثقافية السياسية الاجتماعية في هذا البلد. ماشي؟ وبعدين يتكلم. في حاجة اسمها التشخيص والعلاج. أنا ما شخصش غلط فأدي علاج غلط. أنا عندي دولة خارجة من حرب مدمرة حرقت الكثير من لا بلاش حرقت الكثير من القطاعات، حرقت الأخلاق. عملت عملية حرق في الأخلاق غير طبيعية. وصل الأمر يا عم إلى إن كان العامل اللي بيشتغل عند واحد في المصنع بيشكل معاه بيمسك فيه. وده حصل. ومش حصل في مصنع واحد، ده حصل في عدد لا حصر له من المصانع، وحصل في عدد لا حصر له من المزارع. يقول لك يا عم يا عم ده الراجل ده يبقى ده انت بتشتغل عنده في مصنعه. عايز يضرب يا عم ده انت بتشتغل عنده في مزرعته. عايز يمسك فيه. اين الاخلاق؟ يكفي إن هذه الحرب حروب الجيل الرابع دي حرقت جزء كبير من الأخلاق.
نكبة سودة. وأنا وريت لحضراتكم قبل كده عندما نريد أن ندمر أمة أو ندمر أمم، اضرب الأخلاق، ابدأ بالأخلاق. ده ينفع؟ ده ينفع يا محمود؟ مش أهم حاجة الأخلاق يا عم؟ هي الأخلاق. فتخيل بقى إن إحنا عايزين نعيد بناء الأخلاق. بس. هل هنعيد بناء الأخلاق بأفلام السوء؟ هل هنعيد أفلام بناء الأخلاق بالمسلسلات اللي بتبيع؟ هل هنبيع، هل هنقيم إعادة بناء الأخلاق بالأغاني الفيديو كليب اللي مش عارف إيه وأبصر إيه؟ ده إحنا هنزود الطنبل. إحنا محتاجين أغاني، ومحتاجين فيديو كليب، ومحتاجين مسلسلات، ومحتاجين أفلام، ومحتاجين مسرحيات، ومحتاجين برامج تعمل على إعادة بناء هذه الأمة. إزاي؟ أخلاقياً أولاً. اتنين، ترسخ في الوجدان العمل والإنتاج. علشان بعد كده يبقى الراجل الغلبان اللي زي عم ابراهيم ده اللي موجود معانا ده، قاعد طول اليوم، بدل ما تبقى اليوميه بتاعته 175 جنيه تبقى اليوميه بتاعته 1750 جنيه. فلما يسمع ان السيد فلان الفلاني الممثل ولا السيده فلانة الفلانيه الممثله خدت في الحلقه 1,000,000 جنيه، اهو يتقبل. إنما عندي مسلسلات وأفلام وإعلانات، إعلانات فلعب. ده أنا مسكت إعلان لأحد الشركات أيام الأيام السودة وبعته ووقفناه. كان له هدف. تفكرين الاعلان بتاع البنت والولد، واعلان اللي مش عارف كان بيعلن عن ايه، والبنت تقف للولد في الشباك والولد يقف للبنت في الشباك، عندهم 7-8 سنين. لما انا زي اعلان زي ده، انت عايز النشء والجيل يطلع عامل ازاي؟ ده هيحبوا بعض وهما في اللفه يا جدع. ده هما هيبقوا لابسين بامبرز وعمالين يبصوا لبعض. ده احنا هنبقى اسقطنا الاخلاق. فعندما تكون هناك هيبة للدولة وقوة قابضة، فالقضية هنا مش قضية تحكم، لا خالص. القضية أن يكون الوضع متكامل، في بناء في الزراعة، في بناء في القوات المسلحة، في بناء في الصناعة، في بنية أساسية بتتعمل، في فكر بيتصنع، كله مع بعضه، فنعيد بناء الأمة. أطلع فاصل لأن أنا تعبت من الكلام، الحتتين دول وجعوني وجعوني. أطلع فاصل وأرجع لكم تاني. الحقيقة أعزائي المشاهدين، جات لحضراتكم تاني. يعني في تفاؤل وفي أمل، والأمل بحضراتكم، الأمل بكم أنتم وليس بأحد غيركم. الأمل كل الأمل فيكم وفي عملكم وفي مجهودكم. صادرات مصر ارتفعت خلال هذا العام، وده شيء طبعا يعني محترم جدا، وفقا لتقارير البنك المركزي المصري، الى 25.8 مليار دولار خلال عام. بأمانة انا بنقل ما صدر من البنك المركزي. الحقيقة مصر بتستورد بما يعادل متوسط تقريبا في السنة
حوالي 5 مليار دولار شهريا. اضرب 5 في 12 ب60 مليار دولار. يعني مصر بتستورد في السنة ب60 مليار دولار، وبتصدر ب25 مليار و8 من عشر. ده رقمين كويسين جدا. يبقى احنا بنستورد بكام؟ اكتب ورايا. بنستورد ب60 مليار دولار في السنة، وبنصدر ب25 مليار دولار. اطرح بقى، يطلع عندنا عجز 35 مليار دولار في السنة. طيب لو اشتغلنا ورفعنا الانتاج شوية والعملية بقت تمام، والاخ عمر مدير الانتاج بقى فرحان بقى ومبسوط كده وبيزقطط، واخد بالك؟ ما هو مدير انتاج القناة بقى، فيرفعه مرتبه برضه، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ هنرتاح. يبقى لما هنرفع الانتاج وهنسد العجز اللي هو 35 مليار دولار، يبقى احنا ارتحنا. حصل بقى اللي حضراتكم عايزين. ايه هو؟ الدولار هينزل، خلي بالك من دي، هينزل نزلة غير متوقعة، والعشرة جنيه اللي ملهاش قيمة هتبقى زي الأسد لها قيمة. أوعظ الله. وأنا قلت لكم قبل كده الدولار هيبقى ب18 جنيه. ليه أنا قلت كده؟ لأن أنا شفت الصادرات والواردات، وشفت شفت العجز بتاع الموازنة بتاع الدولة، وشفت الحاجات دي، قعدت قريتها، توقعتها طبيعية، نسبة تضخم. الله يجازي الإخوان، إخوان الشيطان اللي شغلوا مكن الطبع بتاع الفلوس بتاع وزارة المالية سنة 300 يوم عمال يطبع فلوس ورق، ويدوا ويرفعوا المرتبات ويعملوا. يا جماعة البضاعة اللي في السوق تخلص، وبعد كده بعد شوية العشرة جنيه مش هيبقى لها قيمة، هتبقى ورقة. وده اللي حصل. طيب نتغلب على هذا الامر ازاي؟ بالانتاج. بس في فجوة بين الانتاج والاستهلاك، 35 مليار دولار. خد عندك سياحة ب12 مش موجود. يبقى احنا ندعي الله، كل الناس اللي بتصلي وكل الناس اللي بتدعي ربنا يدعو ربنا ان تعود السياحة لمصر كما كان. هتدفع الاقتصاد دفعة غير عادية، غير عادية. هنا بقى استغلال الاعلام في الظروف الاقتصادية بقى. ازاي بقى استغل الاعلام والعب بيه على الشعب؟ لان اللي دي جعانة، ودي حاسة من الحواس الطبيعية اللي ربنا خلقنا بيها، ده هي واخد بالك، وبطن عندي كرشه، وانا زعلان منه قوي عشان عايز انزله عشان ظهري تعبان، عمليه فظيعه، عايز اعمل رجيم جامد جدا، واعمله ان شاء الله. واخد بال حضرتك؟ يبقى العشرة جنيه زي الاسد، والخمسة جنيه زي النمر. انما دلوقتي لا العشرة جنيه لها قيمه، ولا المية جنيه لها قيمه. ده المية جنيه ما بتكفيش مصاريف بيت في عندنا في البلد، كفوه. لو انتجنا المية جنيه هتكفي مصاريف البيت في البلد تلات اربع ايام. زعم توفيق الاسعار هترخص؟ لا، الجنيه اللي هيبقى قوي قوي، الخمسين قرش هتبقى قوية. تخيل بقى. انما دلوقتي العملة ضعيف، وده عملية بتتوقف على قوة الارادة والتحدي للبناء والانتاج.
عندنا ظروف صعبة وبنواجهها، بنعيد بناء البنية الأساسية التحتية كاملة حقيقة، بنبني مدن جديدة لاستيعاب الشعب. احنا من 85 مليون الى 103 مليون، يعني ادي 5 مليون بقينا 90 و10 بقينا 15 و10 25 28 مليون، في 28 مليون جداد، وكل سنة عندنا مليون وشوية. مش معقول النيل ده، النيل اللي احنا عايشين على ضفافه هيتحملنا من ايام ما كنا 5 مليون، واحنا عايشين في نفس الارض، بقينا 103 مليون في نفس الارض. الثقافة بتاعتنا الارتباط بالبلد والحتة دي، عايزين نفرد، عايزين نطلع، هنعمر، هنزرع، على الاقل الاماكن هتبقى متسعة، انما مش البيوت لازقة جنب بعضها عاملة زي علب الكبريت واحنا قاعدين برضو نبص على بعض من الشبابيك. ده انا رحت وانا بلف في اوروبا الحقيقة، في الريف الاوروبي البيوت بعيدة عن بعض، ما دخلتش قرية لقيت البيوت لازقة ببعض ابدا. ليه؟ الناس فردة، انما احنا هنا ضمنين. اهي دي ثقافة اللي انا بقوله عليكم، ده ثقافة نقعدين جنب بعض نونس بعض، بنخاف نبعد عن بعض. ليه؟ جامل في الكلور برضو، خلي بالك من العادات والتقاليد. ايام زمان كان يتبنى الراجل يبني البيت بالطوف او بالطوب الناي، الطوب اللبن، يعمل حسابه ان كل ابن او كل عيل من عياله له في اوضة، يبقى عنده 3-4 صبيان يجوز كل عيل في اوضة وكل قاعد في بيت واحد. لما العمليات دق عليه شوية هو جنب منه حتة ارض كده يقوم باني برضو شوية بالطوف لازق في بعضه، واخد بالك، وقاسم هنا 3-4 عيال وهنا 3-4 عيال. اكتسبنا هذا الفلكلور من نظام العيش، ان احنا نعيش في بيت العيلة، كانوا يقولوا عليه بنعيش في بيت العيلة بقى، والولية بقى تشكل مع حماتها، والحما بقى تقعد تكايد نسوان ولادها ببعض، واخد بالك، تقوم تدلع في دي شوية تقوم التانية تغير علشان خاطر دي تشتغل اكتر، ومش عارف، وكان شغل. عكس علينا ما يسمى بفلكلور اجتماعي وثقافة، شايف الهايف، الحاجات الهايفة دي عكست علينا ثقافة ان احنا قاعدين جنب بعض وعايشين على ضفاف النيل، ما بنبعدش. مش ده اللي كان بيحصل؟ ده اللي كل الناس عارفة، حتى في المدن كان البهوات والبشوات والاغنياء بتاع ايام زمان يقعدوا كل واحد في دور، تتبنى السرايا كبيرة فيها يجي 20 اوضة ولا بتاع واجنحة، وكل عيل يتجوز في جناح، ما واخد بالك، والافلام القديمة كانت بتعكس لنا ده. فده عكس عندنا ثقافة ان احنا نعيش جنب بعض، هو ده اسمه علم الاجتماع اللي انا بحكيه لكم، ده نوع من انواع علم الاجتماع، انعكس من المجتمع، هو اسمه علم اجتماع. علم المجتمع بيدرسه، بيدرس خصائصه وصفاته الى اخره. النهاردة استحدث عندنا وسائل الاعلام بقى، الانبياء والرسل كانوا بينشروا رسالتهم بالاعلام، كانوا بيروحوا يقعدوا في الاماكن اللي فيها ناس ويتكلموا عن الدين بتاعهم، وكانوا بيمشوا على رجليهم ويذهبوا الى القبائل ويذهبوا الى العشائر ويذهبوا الى العائلات ويتكلموا معاهم بالبؤ وجها لوجه، يعلموا عن الدين. ده ايام زمان ما كانش فيه وسائل الاتصال الحديثة، دلوقتي بقى فيه وسائل الاتصال حديثة اللي هو الاعلام بمختلف انواعه، يا ريتنا بنعلم عنه بنعلم بيه في الصالح. اقسم بالله ان لم اكن اتحدث في الصالح ما تحدثت ابدا،
يعني كل اللي يلزم الناس تبقى كويسه، يعني كل الليله الهدف الناس تبقى كويسه. بيقول لك ان الاعلام عندنا لا يتحدث في السلبيات، وممنوع عنه الحديث في السلبيات. طيب يا عم ممكن ارد على حضرتك؟ حاضر. النهارده لما اكون انا ببني امه وببني بيت له درجات ومراحل، النهارده انا ما بتكلمش في سلبيات، ما كفايه الوش والتشويش اللي حواليه الى ان اتمكن من البناء. تمكنت من البناء ولكل الامور عادت على الاقل بنسبة 70% كما كانت، نبتدي ننتقد السلبيات. مش محتاجين بقى بعد كل الشغل والكلام والاعلام والقصص دي كلها، مش محتاجين حد يقول لنا اشتغل، ولا انت شغلك وحش، ولا انت مش عارف ايه، ولا انت يا فلان شوف المصلحة اللي عندك دي انت راكن عليها ليه، ولا ما هو ده كله بناء للبلد. واللي انت عايز، ما انتش عايز تبني خلاص الاسعار هتغلى اكتر. طول ما انت رافض البناء ورافض الانتاج ومكسل ونايملي بتضرب لي حلة المحشي الكرنب وتنام، او حلة الكبابة وتنام، او حلة العيش الشمس وتنام، خلي بالك الاسعار هتغلى وهترتفع اكتر من كده. انما لما تنفض الغطاء عنك وتتوكل على الله وتنطلق لكي تعمل وتنتج، الاسعار هترخص. لا محتاج تطالب الحكومه بان الاسعار ترخص، ولا الحكومه اصلا هترخص لك الاسعار، لان هي لوحدها هترخص. ازاي يا عم توفيق من الفرق ما بين الاستيراد والتصدير؟ بنستورد ب60 مليار وبنصدر ب25 مليار، فرق ده من ده 35 مليار دولار. عجز اضرب بقى ال 35 مليار العجز دول في 18 جنيه هتفهم. عشان كده احنا بنتكلم في الاعلام، وعشان كده بنوصل الرسالة. في ناس ساعات ما بتفهمش احنا عايزين نوصل رسالة ازاي، لكن بفضل الله انا فاهم بوصل الرسالة ازاي، بالحق والعدل، بكلمات ربي ربنا افتح بيني وبين قومي، حضراتكم بالحق، وانت خير الفاتحين، وقومي ليسوا المصريين فقط وانما العرب جميعا. عشان كده انا حزين. ما يسمى الخريف العربي، الخريف العربي ده جعل الشجرة العربية تتساقط بعض اوراقها او عدد من اوراقها. اولى الدول التي سقطت ورقتها من الشجرة العربية كانت العراق. العراق يا احمد يا سيد، عايزين نشوف العراق التي كانت في يوم من الايام الضرة العربية الاولى. كانت العراق الضرة العربية الاولى، اليوم الخلاف والاختلاف على رئيس الوزراء، ثم الخلاف والاختلاف على الوزراء، ثم خلاف واختلاف مجتمعي ومذهبي وعرقي، لأن الدستور الذي وضعه العدو يؤصل لذلك. نشوف مع بعض العراق. اللي أنا عايز أسألكوا سؤال، هو أبو بكر البغدادي ده راح فين؟ ها؟ ما حد سأل نفسه أبو بكر البغدادي ده راح فين؟ اتبخر بخار. انتوا فاكرين الفيلم الهايف اللي كان بيقول لك مصباح علاء الدين، وتدي تعمل كده في المصباح فيطلع لك العفريت وبعدين يختفي؟ اهو ده ابو بكر البغدادي.
طلعوا العفريت وبعدين اختفى. افهموها بقى، اعرفوها بقى يا ولاد، يا ولاد، يا ناس، يا اكابر، اعرفوا، اعرفوا. نبص ايديكم، والله انا مستعد اجي ابص رجليكم، بس نعرف، نفهم، نستوعب، نبقى عارفين ان عايزين يعملوا لنا تشويش بالاعلام. محدش سأل فين ابو بكر البغدادي؟ طلع مره خبر كده يقول لك ربما قتل، مش عارف ايه. ها فاكرينه؟ طيب الله يصلح حالكم، جايز نلاقيه تحت الارض ولا حاجه. ده ابو بكر البغدادي دي قصته فكرتني بقصه الواد احمد الروماني اللي انا اديته المعزه عشان يربيه، ملاها براغي وانتهى الامر. رحت اول امبارح اشوف المعزه عند احمد الروماني، لقيته يا اخويا جايب لي كوس جاز وقاعد عمال يفل في المعز، يطلع البرغوت يحطه في الجاز. قلت له هتقعد 100 سنه، هو لسه في حد بيعمل كده يا ابني؟ قال لي امال اعمل ايه؟ قلت له يا ابني حميها بالبيوتكس، هيروح البراغيث وهتروح كل حاجه، كل انواع الحشرات هتروح. قال لي بقى انا ما مش عارف ابو بكر البغدادي راح فين. قلت له والله عندك حق يا روماني، اسمه الروماني، روماني، انا مش عايز حد يبقى روماني، انا عايزكم كلكم فاهمين، مع الاعتذار للراجل اللي شغال معايا. نطلع فاصل وارجع لحضراتكم تاني. رجعت لحضراتكم تاني الحقيقه، وعايز اتقدم بالتعازي الى الشعب الأردني الشقيق، نظرا للأحداث المؤسفة التي حدثت في الأردن نتيجة السيول التي شهدتها دولة الأردن الشقيق. بنتقدم لهم بخالص التعازي في مصابهم الأليم من الشباب والأطفال الذين توفاهم الله في أحداث هذه السيول. الحقيقة زي ما أنا قلت لحضراتكم، لابد من العمل والإنتاج. هنشوف مع بعض دولة إثيوبيا، دولة إفريقية شقيقة، هنشوف إيه اللي حصل في إثيوبيا، وهرجع لحضراتكم مرة أخرى عشان نتكلم في الإعلام، وهتكلم كلام مهم في الإعلام، وهوجه رسائل مهمة إلى ناس مهمين في صناعة الإعلام. يعني الحقيقة أنا بجيب لحضراتكم ده وده، أنتم حرين بقى، أنتم أصحاب القرار. ورينا لحضراتكم العراق وما حدث فيها، ومحاولات الشعب العراقي والإدارة العراقية إلى إعادة بناء بلدهم في ظل خلاف واختلافات وصراعات. ودايما بيقول لك المشاكل بتجيب الفقر. وريت لحضراتكم دولة إفريقية عزيزة، إثيوبيا، اشتغلت وعملت شغل ولكم القرار، لكم أنتم أيها الشعب القرار. أنا عايز أتكلم مع جماعة مهمة جدا في صناعة الإعلام، وهم السادة الأفاضل الكتاب الكبار
والسيناريست الكبار الذين يقومون بكتابة المسلسلات والأفلام والمسرحيات. الحقيقة احنا محتاجين منهم شغل، ومحتاجين منهم عمل، وأناشدهم أن يقوموا بكتابة مسلسلات وكتابة أفلام ومسرحيات تعيد بناء الفكر الاجتماعي إلى وتوجه هذا الفكر إلى العمل والإنتاج وإلى إعادة بناء الوطن وإلى موضوع مهم جدا وهو الأخلاق. عايزين نكتب سينما تعمل على إعادة الأخلاق، عايزين نكتب مسلسلات تلفزيونية تعمل على إعادة الأخلاق، عايزين نكتب مسرحيات تحث على الأخلاق، الاحترام، المبادئ. عايزين نكتب للسينما وللتلفزيون وللمسرح عن الضمير وكيف يكون الضمير. عايزين نكتب للسينما وللمسلسل التلفزيوني وللمسرح ما هي فوائد العمل والإنتاج؟ كيف نبحث عن عمل ينتج؟ عايزين نعرف الناس من خلال المسلسلات وأفلام السينما والمسرحيات إن في حاجة اسمها وظائف خدمية ووظائف إنتاجية. أنا متهيألي إن أنا الوحيد في الإعلام المصري الحالي اللي بيتكلم عن ما يسمى ب الأعمال الخدمية والأعمال الإنتاجية. عايزين نوسع نطاق الحديث في هذا الأمر، عايزين نوسع نطاق الحديث في الأغنية المصرية حول هذا الأمر. حقيقة أنا توقفت احتراما وتقديرا وإعزازا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما شكر المطرب العزيز حسين الجسمي في احتفالات مصر بأعياد النصر في 24 أكتوبر. كنت فرحان جدا ومبسوط إن سيادة الرئيس شكره وقال له كان نفسي أشكرك. ليه؟ الراجل قدم أغنية عملت شكلت وجدان أمة وحركت أمة، إنما مش هروح أكتب لي أغنية الشيكوبوكو فكوكوكوكو أوكوكوكو. شكرا. أنا بقول الكلام ده أيضا للسادة الشعراء وكاتبي الأغاني. إحنا كلنا، أنا وإنتم، أنا والسادة السيناريست والكتاب والشعراء كاتبي الأغاني، نحن لنا دور أنا أعتبره من وجهة نظري هو القائد، الدور القائد في إعادة بناء الرأي العام وإعادة بناء الفكر وإعادة بناء وجدان هذه الأمة. كيف أستطيع أن نواجه حرب يستغل فيها الإعلام؟ كيف نستطيع أن نداوي، نعمل دواء بقى، إحنا بقى اللي هنصنع الدواء لإيه؟ لأمراض قديمة قادمة من سوء التعليم، قادمة من سوء الإعلام، أدت إلى تحويل الشعب إلى عدد. واخدين بال؟ وانتوا فاهميني، وانتوا مثقفين وفاهمين انا اقصد ايه كويس قوي. ازاي نلعب بقى ونحارب الزمن عشان نعيد
خلي بالكم، أنا الكلام ده موجه للإخوة الأفاضل كتاب السيناريست، والإخوة الأفاضل كتاب الأغاني، والإخوة الأفاضل كتاب المسرحيات والصحفيين. الإخوة الأفاضل الصحفيين، أنت بعيد عني ليه يا عم؟ أنت بعيد عني ليه يا عم أحمد؟ أنا مش عارف. والإخوة الأفاضل الصحفيين، حقيقة الكلام ده موجه ليكم، أنا واحد منكم وأقلكم وأصغركم، أصغركم مقاما يعني. إحنا قادرين على أن نقدم تنمية بشرية، شوف بقى، قادرين على أن نقدم تنمية بشرية سريعة جدا ومؤثرة جدا وعلى أوسع نطاق، نتحدى بها ما ضرب في وجدان الأمة سابقا، ضربوا الشباب عندنا. احنا قادرين على ان احنا نواجه هذا الامر بتنمية بشرية سريعة وعميقة ترسخ في الوجدان بناء هذه الامة والعمل والانتاج، ترسخ ايضا في وجدان الكل اهمية تحرير الاقتصاد واطلاق يد القطاع الخاص. كلامي واضح؟ واطلاق يد القطاع الخاص بحرية تامة لبناء الامة. قادرين ان احنا نكتب للقطاع الخاص ولرجال الاعمال والمستثمرين والملاك كيف هم يعملون لهذا الوطن، وان اموالهم ليست ملكا لهم. صحيح هي ملكية خاصة، ولكنها ليست ملكا لهم، وانما ملكا لشعب وامة، وان اللي بيحققوه ده جزء من كل في بناء الدولة. يعني نخاطب بكتاباتنا وبحديثنا رجال الأعمال من صغار المستثمرين إلى متوسط المستثمرين إلى كبار المستثمرين، وأنا مش عارف مخرج التنفيذ قاعد يضحك ليه، وأيضا إلى الشباب وإلى الفتيات. كيف نخلق مدينة فاضلة؟ طبعا احنا مش هنعرف، ولكن نعمل، نكافح. قالنا مفيش مدينة فاضلة منذ قابيل وهابيل، ولا يوجد مدينة فاضلة، ولكن نحن نتحدى. عندنا مساحات للعمل، عندنا أشياء كثيرة جدا نستطيع أن نشتغل فيها من كتابات، وأنتم أصحاب خيال ورؤية كبيرة جدا جدا. يعني الحقيقة يعني أستاذ الأساتذة، ربنا يديله الصحة، أستاذنا وحيد حامد عندما يكتب لإعادة الأخلاق، عندما يكتب لإعادة الضمير، عندما يكتب من أجل إعادة صياغة وجدان مجتمع يدفع بناء أمة، ننحني له جميعا لأنه مدرسة. وغيره من الكتاب الأفاضل ومن السيناريست ومن الشعراء ومن الملحنين اللي بيلحن بقى الأغنية مع الكلام بقى، وإزاي تبقى بقى الجمل الموسيقية بقى بتلعب مع مشاعر المواطن وتدفع. احنا كلنا بنكمل بعض. الفترة اللي فاتت كان هناك قنوات عشوائية، وكان هناك اعلام عشوائي. انا معاك، ربما يكون الحد من عدد القنوات مقصر ماديا، ودي طبعا معروفة، ولكن الحسابات غلط. ليه الحسابات غلط؟ لو حساباتكم يعني بعد اذنكم بس اسمحكم اتكلم معاكم شويه كده، يعني ما احناش غرب، مفيش حد غريب. نحسبها
احنا عندنا دلوقتي مثلا وليكن ادي 4 5 6 قنوات رئيسية، يعني حوالي 8 قنوات، دي ام سي والسي بي سي والاون تي في والحياة والنهار وصدى البلد، 6. في رمضان الستة دول يقدروا يشيلوا 18 مسلسل في رمضان. اكتر من كده غلط، اكبر غلط اللي بيحصل بامانة، يعني غلط بكل معايير الخبرة الاعلامية والسياسية والاجتماعية والفلسفية ويعني كل شيء، والتحليلية وكل شيء. اللي بيحصل قبل كده ده غلط، ان احنا نتوقف طوال العام وننتج مسلسلات في رمضان بس، اكبر غلط. ادي اول حاجة. طيب احنا عندنا 11 شهر في السنة، صح؟ ب 11 مسلسل، كل مسلسل 30 حلقة مثلا شهر، في 6 قنوات ب 66 مسلسل، 66 و18 76 و8 يبقى ده 84، 84 مسلسل، يبقى احنا قادرين على انتاج 84 مسلسل في السنة. طب انا ليه وزعتهم بالطريقة دي؟ علشان الناس تتفرج على المسلسل ويؤثر فيها، انما انا لما بديله في رمضان 200 مسلسل بيتوه، ما بعرفش ده فين وده فين، يقول لك ما يتفرج عليه بعد رمضان. يبقى قابلني اذا ربع الناس اللي بتتفرج في رمضان اتفرجت بعد رمضان، لانها بتبقى خارجة من رمضان عندها ما يسمى بالتخمة. دي عملية بقى من النفس بقى والبشرية وربنا سبحانه وتعالى والتشكيل النفسي للبني آدمين. هكذا الإخوة الفنانين، أنا بدل ما تقول اطلب لي 30 مليون في مسلسل عشان في رمضان ولا 50 مليون، لا يا عم، اشتغل في رمضان مسلسل وكل شهر في مسلسل. وبعدين احنا عندنا مسلسلات كثيرة جدا أهملناها، إيران تفوقت علينا في إنتاج الدراما، إيران تفوقت علينا في إنتاج الدراما، وهم أساسا مش اسمهم إيه؟ حاخامات بان ولا إيه؟ اسمهم إيه؟ اسمهم إيه عز؟ اسمهم إيه عز؟ اسمهم إيه عز؟ الحقني، الحقني عز باسمهم. اسمه إيه؟ آية الله، آية الله. عز لا الحقني ولا نيلي، ده أنا اللي افتكرت. آية الله. تفوقوا في الدراما، خدوا جزء من الدراما اشتغلوا فيه بطريقة غير عادية. على سبيل المثال قصص الأنبياء، قصص سيدنا موسى وسيدنا يوسف وقصص الأنبياء، عملوا منها دراما وفقا لفكرهم وعقيدتهم الدينية، رائع. احنا فين؟ احنا شين؟ طيب بلاش، لما نعود الى قطاع الانتاج بتاع اتحاد الاذاعه والتلفزيون سابقا، نجد ان قطاع الانتاج كان ينتج مسلسلات دينيه ومسلسلات غير دين، فكاهيه واجتماعيه. احنا ما عندناش، احنا سقط من عندنا هذا الجزء الخطير والهام، ادى الى وجود فراغ. الفراغ ده استغلته الجماعات، الجماعة اللي كانوا بيطلعوا بتقولوا كل دقن قد كده، هي طولها 7 متر وهي مليانة أمل ومليانة براغيث وحالتها زفت، ويطلعوا في القنوات ويقولوا. أنا كان في نفسي أبعتهم لأحمد الروماني يفليهم زي ما كان بفل المعزة، ويحط لهم الأمل اللي في دقنهم في كوز الجاز كده، بس ما لحقتش. تركنا لهم، مفيش إنتاج ديني، مفيش حاجات باللغة العربية. يبقى لابد أن تتدخل الدولة وبقوة وتكشر عن أنياب
لان في فراغ درامي وفي فراغ اعلامي. ادى لفندية مساحات. خلي بالك الجماعة الفلاحين اللي زي حالاتي والجماعة الغلابة اللي زي حالاتي بيقعدوا يتفرجوا على الحاجات دي عم كده. اه والله عايزين يفهموا ما يعرفوا. ننقل على قطاع اخر سقط من الانتاج وهو القادة. عندنا طارق ابن زياد، عندنا ابي عبيدة ابن الجراح، عندنا قصة الاسماعيلية ازاي اتعملت مدينة الاسماعيلية، تاريخ ازاي اتعملت ترعة التوفيقية. نعمل مسلسل عن بناء بور توفيق وقصة بنائه، بور فؤاد، أمثلة اللي بيحضرني. نعمل كيف نحذر الشباب من الإعلام الإلكتروني، مهم خلي بالك. وأناشد لان انا يعني دارس هذا الشعب الحبيب وانا واحد منه. الا تكتبوا غير مباشر، لان انا لما بكتب غير مباشر جوه وسيله اعلام غير مباشره اللي بيتخذ السلبيات اللي موجود. اما ما يستهدفه المسلسل او ما يستهدفه الفيلم ماليش دعوه بيه. ليه ماليش دعوه بيه؟ لان انا عندي مشكله، انا مظلوم في التعليم، مظلوم في الثقافة، فمش هقدر اقرا فكرة حضرتك اللي انت كاتبه بطريقة غير مباشرة. احنا عايزه مباشر عشان اقدر اقراه، لان انا راجل مظلوم تعليميا وثقافيا على مدار فترة طويلة سابقة جدا. ايضا كتاب الاغاني لابد ان انا اكتب اغنية مباشرة لانها بتذاع في الاذاعة او في القنوات الى اخره، وسيلة غير مباشرة. اجيب العكس، ولابد ان يكون لو عملت لها فيديو كليب يبقى مباشر، الحركة مع الصورة، يعني مونولوج بيعكس. اذا انت قلت بحبك يا صفاء تجيب واحد وتجيب المغني ومعاه صفاء لقطة، او المغنية ومعاها تامر. انا بدي مثال، السادة المخرجين بتوع الفيديو كليبات مش يقولوا بقى يفتكس ويعمل، لا، انت لازم عزيزي وصديقي وزميلي تعمل رسالتك للمجتمع تناسب هذا المجتمع، ما تعملش رسالة تناسبك انت من خلال فكرك انت. انت راجل مثقف وراجل واعي وراجل بقى يعني بسم الله ما شاء الله توفيق عكاشة ما يجيش فيكو صفر على الشمال، دي حقيقة. ولكن انا توفيق عكاشة عايز افهم، عايز الرسالة توصلتني، مش عايز اخد اللي في الفيلم الواد اللي بيضرب بالسكينة، رغم ان حضرتك عامله انتقاد في المسلسل او في الفيلم، بس انا ما فهمتش كده لان حضرتك كاتبه بطريقة غير مباشرة وبتستهدف وبتاع والحاجات دي كلها. احنا محتاجين نعيد بناء الاعلام زي ما بنعيد بناء الصحة والتعليم، ونعيد بناء الجهاز اللي هم الجماعة الموظفين دول. عايزين نعيد بناء كل حاجة، ايدينا في ايدين بعض، نكون بنحب بعض، هدفنا الحب، هدفنا ان احنا ننشر رسالة مهمة جدا، الناس لبعضها بالحب بالإخلاص. الإخلاص ما يبقاش في مكر، ما يبقاش في كذب، ما يبقاش في فتنة. لا نضع مصالحنا فوق مصالح الوطن، لأن مصالح الوطن هي نفسها مصالحنا
بالنظرة الأوسع إلى هنا. تهيألي أنا وصلت لنهاية الحلقة. وصلت يا أحمد ولا ما وصلت؟ لا لسه هتكلم أخوك. هتكلم يا حبيبي. اسمع بس. أنا نسيت كنت أقول إيه. المهم أنا عايز بقى خالتي سعدية، خالتي سعاد، وخالتي فتحية، وعايز عم عبد الله، وعم عبد حليم، وعم عبد الجابر، وعم شاهين، عايزكوا تقعدوا وتتكلموا مع الناس. نتكلم في الأخلاق، نتكلم في الضمير، لأن أنتم يابا، وانت يما، وانت يا خاله، وانت يا عم، كلامكم سحر وقوي النفاذ، لان انتوا قاعدين وسط ناس عارفينهم اكتر مني. انا بكلمكم من خلال الشاشه، انتوا شايفيني لكن انا مش شايفكم. انتوا عارفين شكلي، لكن انا لو قابلت اي حد في الشارع من الناس اللي شايفاني مش هعرفها لاني مش شايفها. فانتوا اكتر. الاخوان لهم عناصر، اخوان الشيطان لهم عناصر على الارض ماشيه بتزرع الفتن وتنشر الاحباط. لازم نواجه علشان ما نسيبش البلد، لان احنا لو سيبنا البلد يبقى بنسيب نفسنا. كل واحد بيسيب بلده وبيسيب نفسه. اذا كنت عايز تسيب نفسك فانت حر بقى يا اخي، الله يسهل لك بقى. انا متأكد انكم لن تتركوا هذا الوطن، وان مصريتكم العريقة التي هي اعرق جنسية في الارض واقدم جنسية في الارض، ومنها خرج العرب، ومنها خرجت افريقيا، ومنها خرج الكثير والكثير، لن تتركوها ابدا. انا واثق من ده، بس انا عارف ما تعرضتم له. ربنا يعينكم، ربنا معاكم، وانا معاكم، وارجوكم تثقوا في كلامي. الى هنا وصلنا الى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم مصر اليوم. استودعكم في حفظ الله ورعايته، على امل ان التقي بكم غدا ان شاء الله. وكما تعودنا نختتم الحلقات بكلمات الله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد.